نروح لأخبارنا ونبتدي سريعا من اجتماع مجلس الوزراء النهاردة. كان فيه اجتماع للجنة الوزارية الاقتصادية، اجتمعت طبعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء في الحكومة. تم ايه في الاجتماع ده؟ تم استعراض الخطوات اللي تمت بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عشان كان في تكليفات واضحة وصريحة قبل كده من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية. نقطة تانية مهمة كمان تطرق ليها الاجتماع، وهي المبادرة الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على بعض العملاء المتعثرين اللي أطلقتها طبعا الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي. ومن المعروف أن من أهم هذه النقاط في المبادرة أو من أهم المتعثرين كانت المصانع، وتم التعامل معها لفترة طويلة جدا في هذا الانقطاع عن السداد في المستحقات للبنوك وللبنك المركزي المصري. النهاردة محافظ البنك المركزي أكد أن عدد العملاء اللي تعاملوا في خلال هذه المبادرة تقريبا 8600 عميل، بينهم حوالي 800 عميل في المجال الصناعي بنسبة 9.3% من إجمالي العملاء اللي بيتم التعامل معاهم في المبادرة دي. كمان أن عدد العملاء المتعثرين اللي تم إجراء مقابلات معاهم لحد يوم 6 فبراير الجاري، يعني حوالي 12 يوم فاتوا أو 13 يوم فاتوا، كان 142 عميل، بينهم 89 عميل في القطاع الصناعي، وده بيمثل 62% من إجمالي عدد العملاء اللي تم إجراء مقابلات معاهم. وكمان كان في معلومة أن تم تسوية مديونيات بقيمة 18 مليار و 400 مليون جنيه مصري، والعوائد والمديونيات المتنازل عليها كانت تقريبا 10 مليار و 600 مليون جنيه، وعدد العملاء اللي تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميل. يعني الناس اللي كان مرفوع عليهم قضايا في تأخر سداد اقساط شيكات وتعثر السداد فيها كانوا تقريبا 90 عميل، وتم التصالح معاهم مقابل تسديد الجزء الأكبر من المديونية والتنازل عن الجزء، وبيكون التنازل بيكون في جزء بسيط خاص بنسبة الربحية بتاعة البنك. يهم البنك أنه يكون في تسديد للأساس للمبلغ الأساسي اللي تم اقتراضه من البنك، لكن بيكون في تسويات وإعادة جدولة للديون. ده مهم طبعا، كنا عملنا مع حضراتكم حلقة مهمة واتكلمنا فيها عن المصانع المتعثرة وإزاي هي محتاجة يكون في دعم وقوف من الدولة تحديدا في ظهرها بخصوص المديونيات اللي عليها والمديونيات السيادية كمان في قطاعات الكهرباء والغاز الطبيعي والمرافق. كل دي حاجات من المفترض يتم التعامل معها خلال الفترة اللي جاية عشان تعود المصانع مرة أخرى إلى العمل، هي وبعض الأنشطة الأخرى تكون شركات بتقدم خدمات مثلا متعثرة في سداد المديونيات. كل الحاجات دي حاجات بتدفع الدولة إلى التقدم وما يبقاش فيه نمو فقط، ودي نقطة مهمة، الفرق ما بين النمو والتنمية. احنا معدلات النمو عالية جدا وفي صدارة في الشرق الأوسط، لكن يهمنا ان يكون في تنمية حقيقية وفاعلة من نتاج هذه الأرقام الخاصة بالنمو. معنا الدكتور فخري مصطفى بدرة، معنا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي على التليفون. دكتور مصطفى اهلا بيك على الحياة اليوم. اهلا وسهلا يا استاذ حسام، تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين يا فندم. اهلا بيك يا فندم، منورنا. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك يعني اقتصاديا النسب اللي تم التنازل عنها في المديونيات الخاصه بالمتعاملين في هذه المبادره، هل هي نسب مرضيه للطرفين ولا ممكن يكون في طرف من الاطراف اذا كانت الحكومه والبنك المركزي في جهه والجهه الاخرى هي جهه المتعاملين؟ لا، خلينا نقول ان طبعا اللجنه الوزاريه اللي بيرأسها دوله رئيس الوزراء بيبحث كل ملف على حده، كل مشكله انت عارف حضرتك ان الدوله بتتنازل عن جزء من اللي هو بنسميه الايرادات او كانت الارباح المحققه طبعا للاجهزه منها البنوك. اللي احنا بنشوفه اللي بيتم اتفاق تسويه، يعني ايه؟ يعني انت النهارده بتتحمل كمستثمر جزء من نصيبك في التعثر، والدولة بتتحمل جزء من الفوائد المرة الأخرى. التحكيم ده اللي بيتم النهاردة بيكون مرتضي عنه الطرفين، علشان يكون إعادة التشغيل مرة تانية طبعا دي بتتم التسوية بيكون فيها المستشارين القانونيين، الجهاز المصرفي، وزارة المالية، ومخصصة طبعا جزء كبير جدا من الدراسات اللي بتقوم بيها مع المصانع. ويمكن تحدثت مع حضرتك يعني قبل كده وقلت لك ان على الاقل في 4500 مصنع
في حاله تعثر، وفي لازم اصراع شديد ان يكون في مواجهه لعمليه الاصلاح. ليه؟ لان التصفيه مش في صالحنا. يعني ايه التصفيه مش في صالحنا؟ ان احنا طبعا انت عارف حضرتك ان احنا بقالنا 7-8 سنين كل يوم كنا بندرس الحالات. الحالات دي لما كل يوم كانت بتتم دراستها كان بيتم اضافه عليها فوائد دون التشغيل. يعني البنوك بتضيف فوائد كل يوم على المستثمر ده او على الرجل المتعثر وهو مش شغال، وفي جزء كبير جدا كان خارج نطاق السيطره من ايده. علشان كده الدوله لما بتدرس بعض الامور النهارده وبتفصل فصلا نهائيا بالتسويه، اعتقد ده بيكون ليه مردود على الجانبين. الجانب الاولاني اللي هو المستثمر فبيحصل على عمليه التشغيل، الجانب الثاني ان هي الدوله بتحصل على جزء من مستحقاتها، وفي الجانب الاخر ان الدوله والمجتمع بيلحق ان طيب. يكون في تشغيل المصانع دي. دكتور مصطفى، في نقطه مهمه اخيره، ممكن حد من اللي يكون من الساده المشاهدين بيتفرج علينا دلوقتي ويقول لك ليه الدوله تساعد رجال الاعمال مره تانية وتيسر لهم القروض وتسهل لهم السداد وتتنازل عن جزء من مستحقاتها؟ هي الناس دي ناقصه فلوس؟ ايه الرساله اللي ممكن حضرتك ترد عليها او ترد بيها على سؤال زي ده؟ خلينا نقول دايما ان الدوله هي المظله الحاكمه والمظله الاساسيه الكبيره اللي بتحتضن كل رجال الاعمال والمستثمرين، لانه بيعود عليها تاني مره ثانيه بالارباح والمكاسب الخاصه بيها. ليه؟ لان النهارده التشغيل ده داخل الدوله. المصالح دي او الشركات والمؤسسات هي تدفع الضرايب، هي تحمل النور، تحمل الكهرباء، هي المنتجه، هي اللي ترفع قدراتنا في عمليه التصدير، هي اللي بتفتح لنا الاسواق في الخارج. خلي بالنا نقطه مهمه، امريكا بتعمل كده مع رجال اعمالها والمستثمرين والشركات العالميه. الصين وهو التنين العالمي عنده صندوق دعم الصادرات. كل دول العالم هذا المنوال هو الاساس بالنسبه لنا. ان احنا تاخرنا امر طبيعي طبعا. يعني ما مش عشان تاخرنا ان احنا نفضل واقفين، لازم نطور ونعوض اللي فاتنا. بكل تاكيد دكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي. كمان معايا سياده الوزير هشام توفيق وزير قطاع الاعمال المصري. سياده الوزير اهلا بيك على الحياه اليوم. سياده الوزير هشام توفيق، طيب لغايه لما يرجع التليفون مع سياده الوزير. سياده الوزير هشام توفيق وزير قطاع الاعمال كان موجود في الاجتماع النهارده، وبالتالي وزاره قطاع الاعمال من اهم الوزارات في التطوير اللي بيحصل في الجانب الخاص بالصناعه المصريه والشركات اللي ممكن يكون عندها تعثر. شركات ومصانع قطاع الاعمال المصري يعني يمكن في فتره كانت هي القاطره اللي بتزق او بتشد لقدام عشان يتم التطوير، لكن في مشاكل حصلت في قطاع الاعمال كبيره ما نقدرش ننكرها. يهمنا لما نرجع سياده الوزير مره تانية على التليفون نقدر نتفاهم معاه ونتناقش في هذا الاجتماع لحين ما تحصل الطفرة اللي احنا منتظرينها، اللي ممكن تكون أول خطواتها هي تسديد الديون أو الاتفاقات في يعني التنازل عن جزء من هذه الديون أو فوائدها زي ما كنا بنتكلم مع دكتور مصطفى بدر.